سؤال ثالث لفضيلة الشيخ سامي. طيب نعم. أتبنون مصانع لعلكم تخلدون، ما تفسير هذه الآية؟ حاضر حاضر. وهقول سعادتك قبل هو ما يجاوب، هي التحنيط بس هو مش هيعرفها. ليه كده بس؟ وبعدين بقول له يخش على صفحة عبد الله جمعة يبصوها في كتاب الله على الفيسبوك يتعلم منها. واساله بقى السؤال بتاع هتبنوا لا لا لا، استنى يا عم عبد الله كده، انت كده انت بتسال ولا جاي تمتحننا ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ كده كده انا بحبك كده، هزعل منك. لا 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 لا، اولا لا يجوز التعالي على اهل العلم يا عم عبد الله، ولا الطريقه اللي يبقى فيها اختبار الواحد يسال يتعلم، لا لا ليمتحن. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول تلك ايات الكتاب وهم بيقولوا الف لام ميم. هما مين يا هما مين يا عم عبد الله؟ بس الله يهديك. ماليش دعوه العلم. ايه؟ ربنا يهدينا كلنا، ربنا الشيخ احمد الطيب عرفني كويس. احمد مين؟ الشيخ احمد الطيب، الشيخ احمد الطيب الامام المزرعه، عارف اللي بيكلمك مين؟ بس ساعتها عارف ان انا بتكلم صح، ما بتكلمش اي كلام. انا كنت اتمنى ان تكون سائلا يا عم عبد الله. هذا البرنامج يعني معمول كده خصيصا، اسال الله عز وجل ان يكون حسبه للفتاوى، وليس للاتصال او استعراض معلومات او محاوله احراج المشايخ، وهذا شيء لا يليق. فنحن هنا لا نستضيف الا اهل العلم، نحسبهم على خير ولا نزكي على الله احدا، هداكم الله. شكرا على اتصالك. معذره سيدي الكريم. نعم. فلا بد من تعليق على هذا الاخ الكريم السائل وبايجاز شديد. إذا كنت عالما في لماذا تسأل ولماذا تطرح سؤالك علينا، هذه واحدة، وإن كانت لديك معلومة فاحتفظ بها لنفسك، ما طلبناها منك ولا سألناها ولا نريدها منك أصلا، بارك الله تعالى. نعم. فيك. نعم. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. ومن ادعى العلم فقد جهل. واقرأ القرآن، ماذا قال موسى؟ سورة الكهف اللي بنقرأها كلنا كل ليلة، عندما ادعى أنه أعلم أهل الأرض قاطبة وهو نبي من أولي العزم، علمه الله من بشر بسيط. نعم. مشكلتنا استعراض العضلات، هذه مشكلة كبيرة. لعل عم عبد الله ولا حاجة، يعني غفر الله نحسن لنا به الظن. نحسن غفر به الظن. الله لنا. نعم نحسن به الظن، لكنه أساء لما يعني نحن نتعلم ممن هو أقل منا. حج عبد الله، دي كلمة لأهلها لا زعلتني. طبعا أنا لا أقبلها، وأنا لا أقبل عفوا. أنا أتعلم من الطفل الصغير، وتعودت دائما أن أرجع وأراجع، ولكن الذي لا يعلمه أننا في هذا العلم وفي هذا الباب من 25 سنة، معذرة، لأنه يقول يدخل على صفحتي وتعلم، ماذا أتعلم منها يا سيدي الكريم؟ إن كان عندك من علم فأنا مجموعتي أنت تعرفها ربما على الفيس، راسلني وأنت ترى فيها من الخير الكثير. لا، ينبغي أن نتعلم الأدب مع أهل العلم يا أخي الكريم. بارك الله فيك. أجبناه واظن ان يعني كانت الاجابه عليه واضحه، جزاك الله خير. والله لو علمت اسلوبه هذا ما اجبته على سؤاليه من البدايه. معلش يا شيخ، وعفو انا والله ليس في قلبي احبه في الله. طب نعطي حق الاخرين. والله احبه في الله، ولكن كل من اشعر انه من التعالي لا يستحق ان نجيب عليه. عفو الله، يدع المساكين الفقراء يتعلمون. عفو الله عنه يغفر الله لنا. امين امين يا رب العالمين.